الشباب رغم انعدام الامكانيات، لاننا نعلم حساسيه واهميه هذه الشريحه من خلال دعم العديد من ورش العمل والتدريب والتطوير المهني والسعي وبذل كافه الجهود لتوظيف اكثر من 10,000 شاب والذي لم يتم اصدار القرار بعد. ومن ناحيه اخرى يدعم مجلس البلد البلديه السابق كل من يهمه الامر البلاد وشركاء ليبيا المحليين والدوليين الى تبني نظام التعليم التحولي المعاصر في ليبيا من خلال مدارس نموذجيه في جميع مناطق الجنوب وصفا خاصه. ونحن ساعين ان شاء الله ستكون هناك 3 مدارس نموذجيه باذن الله في خلال الفتره هذه على اساس مدرسه اعداديه، مدرسه ثانويه، مدرسه ابتدائيه. التعليم في الخارج وما هو الاختلاف؟ أفضل الأنظمة التعليمية في العالم هذا ترتيبه على التوالي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالإضافة إلى أستراليا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العام 2015 أهم وأفضل مزايا التعليم على مستوى العالم. الاسم الأمين أبو زيد، العمر 25 سنة، ناشط مؤسسة مجتمع مدني وكذلك أيضا متعاون مع منظمة اليونيسف. هذه الاحتفالية اليوم عالمي للشباب برعاية أو تحت شعار النهضة بالتعليم، فكانت عدة فقرات مهمة جدا بالشراكة مع منتدى المواهب وأيضا سبوت لايت، فحاولنا نحن كشباب أن نلصق هالاحتفالية هذه بالشراكة مع البلدية والمجلس البلدي عفوا، فنتمنى أن الأمر هذا يلاقي نجاح ويكون السنة الجاية إن شاء الله أفضل وأحسن إن شاء الله. المتطوعين والمنظمين للحفل اليوم العالمي للشباب، طبعا وتحت الاشراف العام منظمة اليونيسف. في الحقيقة يعني تطوعنا أنا والكثير من الشباب من مدينة سبها في هذا اليوم الجميل 31/8 اليوم العالمي للشباب تحت عنوان نهضة وتطوير التعليم. حبينا نوصل رسالة من كثير الفقرات في هذا الحفل لتطوير التعليم ونهضة التعليم من الطلاب والمناهج والمعلمين، وشاركوا العديد من النشطاء في مدينة سبها زي منتدى المواهب زي سبوت لايت وغيرهم طبعاً.